التكليف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum saya bacakan fasal, kemudian nanti kita akan bersama Mahalul Qiyam. Seperti biasa ada hal yang perlu saya sampaikan. Mohon nanti saat Mahalul Qiyam yang tertib, yang baik, yang sopan, adabnya tetap dijaga. Jamaah pria tetap di tempatnya, jamaah wanita tetap di sebelah kiri dari antum-antum sekalian. Mahalul Qiyam yang baik, barang-barang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah solawat yang kita bacakan malam hari ini, Allah ridha dengan kita dan Allah akan mengabulkan segala dosa, Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan kemudian nanti ba'da Mahalul Qiyam, doa penutup nanti akan dibacakan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Faqih bin Abdullah Al-Hamid. Sekali lagi mohon dijaga adabnya dan tentunya saya minta ini, jangan ada yang merokok saat Mahalul Qiyam. Yang baik, yang bagus Mahalul Qiyamnya, monggo bareng-bareng berdoa dengan hajatnya masing-masing. InsyaAllah Allah kabulkan doa-doa panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagina fahina garaba wa anwadai hadhal habib أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود التثيث وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نورا كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بضيفك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعديم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا بجاهي تجي واري خير
محمد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد. يا الله واكرم الأرواح منا، يا الله إليك خير الأنام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد. يا الله وبليد المختار عنا، يا الله بصلاة وسلام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد. يا